تمكنت مصالح الأمن الوطني بالراشدية من تفكيك عصابة متخصصة في سرقة وتهريب الدراجات النارية من عدة دول أوروبية. وأوضحت مصالح الأمن الوطني بالراشدية في لقاء صحفيين اليوم الخميس أنه تم حجز 38 دراجة نارية مسروقة ومهربة من دول أوروبية مختلفة، واعتقال 13 شخصا متورطا في هذه العملية من بينهم المهرب الرئيسي والمروجين المحليين وكذا صانع البطاقات الرمادية المزورة، وهو صاحب مطبعة توجد بالمدينة الجديدة بمكناس حمرية، وشخصين كانا يساعدناه في جريمته. وأفادت بأن هذه الدراجات وهي من نوعي هوندا اس اتش وياماها تايماكس كوازاكي كانت مسروقة ومهربة من دول أوروبية هي إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا. وأبرزت أنها حجزت حوالي 400 بطاقة رمادية مزورة، معتبرة أن هذه العملية قد نجحت بفعل تضافر جهود عناصر الأمن العمومي والشرطة القضائية بتنسيق مع المؤسسة الأمنية الدولية الانتربولي. وقال معاوية أموغان عميد شرطة إقليمين رئيس الأمن الجهوي بالراشدية في تصريح صحفي إن هذه العملية النوعية تأتي في إطار إرساء مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث تمكنت مختلف مصالح الأمن الجهوي بالراشدية وخاصة عناصر الشرطة المروري بتنسيق مع فرق الشرطة القضائية من تفكيك عصابة متخصصة في سرقة وتفكيك الدراجات النارية في مجموعة من الدول الأوروبية. وأوضح أن هذه العملية التي دامت نحو 6 أشهر تمكنت من حجز 38 دراجة نارية و400 بطاقة رمادية مزورة وتوقيف 13 شخصا إذ تم تقديمهم إلى النيابة العامة المشرفة على البحث، مشيرا إلى أنه يجري حاليا البحث عن باقي المتورطين لتقديمهم إلى النيابة العامة. من جهته قال محمد البوهالي عميد شرطة ممتازة رئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالراشدية في تصريح مماثل إن تفكيك هذه العصابة يندرج في إطار المقاربة الأمنية الاستباقية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني. وأبرز البوهالي أن الأبحاث القضائية أظهرت أن جميع الدراجات المحجوزة مسروقة من دول أوروبية فرنسا إسبانيا بلجيكا وإيطاليا، حيث يقوم المرجون والمهربون بتفكيكها وإعادة تركيبها لترويجها في السوق الوطنية بالاعتماد على بطاقات رمادية مزورة مصنوعة في مطبعة بمدينة مكناس.